يا رب طيب نوايانا قرب حنايانا بالحب والإحسان بالحب والإحسان وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة وكله إنسان وكله إنسان نهدي لأرضنا الأمنة إذا ترحمنا وربنا يرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، مشاهدي الكرام، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إنما المؤمنون إخوة. لازلنا معكم مع تلكم الحقوق التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير، حينما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. بقي معنا حق واحد من هذه الحقوق الستة بإذن الله تبارك وتعالى. الحق الأخير من هذه الحقوق يتضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبعه. وإذا مات فاتبع، أي إذا مات أخوك المسلم فعليك أن تتبع جنازته. وقبل أن نتحدث عن اتباع الجنازة، لابد أن نقدم لذلك بأشياء لابد أن تكون ولابد أن يطبقها المؤمن بين يدي اتباعه لهذه الجنازة. فأول ما لابد أن نعمله، وهو من دعائم الأخوة في الله سبحانه وتعالى، أننا إذا مات أمامنا أو بين أيدينا واحد من المسلمين، فلا بد أن نبادر لتغميض عينيه وأن ندعو له بالخير. ثبت ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، فأغمضه صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ففهم الناس المقصود. قالت: فضج ناس من أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بخير فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة في المهديين، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. إذن أول ما نبادر به ميتنا أننا نغمض عينيه أولا، ثم لا بد أن ندعو له بالخير كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه مع أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك لا بد أن نبادر إلى تجهيزه، وانطلاق التجهيز إنما يكون بتغسيل هذا الميت المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في أكثر من حديث بتغسيل الميت، من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ذلك المحرم الذي وقصته ناقته فمات رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، فأمر بتغسيله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في حديث ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغسلات: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، فأمر أيضا عليه الصلاة والسلام بتغسيلها. إذن لابد من تغسيل الميت المسلم. ولمن بادر بتغسيل الميت المسلم، ولمن شارك في تغسيل الميت أو الميتة من أهل الإسلام لهذا الرجل أو لتلك المرأة، أجر عظيم جدا بشروط. الشرط الأول أن يخلص الغاسل نيته لله تبارك وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان يسأل نفسه: لماذا أجتهد في تغسيل الأموات؟ لماذا؟
إذا كان الإنسان يريد أن يظهر أمام الناس، يريد السمعة، يريد كذا، فلا شك أن نيته فاسدة. لكن إذا كان يقصد وجه الله ويقصد الدار الآخرة ويقصد ما عند الله عز وجل من الثواب ويقصد أنه يجتهد في أداء حقوق المسلمين إليهم، فهذا إن شاء الله تعالى أجره عند الله عز وجل عظيم. قلت أول شرط أن يخلص النية لله تعالى. الشرط الثاني أن يجتهد في متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التغسيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لابد أن نخلص النية، ولابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا أن نستر على هذا الميت ما قد نراه من الأمور المكروهة، أن نسترها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. فضل عظيم وأجر كبير جدا. من غسل ميتا شرط أنه يكتم عليه، من غسل ميتا فكتم، يعني إذا شاف حاجة ما ترضيش وكذا ما يحدج، يجوا يسألك الناس: ماذا رأيت من هذا الميت؟ أو ماذا رأيت أنت أيتها المغسلة من هذه الميتة؟ إياك أن تحدثي بشيء رأيته، وخاصة أقصد الأمور المكروهة التي كان الميت لا يرضى أن يراها الناس أو أن يعلمها الناس أو أن يخبر بها الناس. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له، أو غفر الله له 40 مرة، وفي لفظ صحيح: غفر له 40 كبيرة. أجر كبير جدا بفضل الله تعالى، وفضل الله واسع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن حفر له فأجنه، يعني حفر له فدفنه فأجنه، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. إذن أجر عظيم جدا بهذه الشروط الثلاثة: أن يخلص النية لله، وأن يتبع رسول الله صلى وسلم عليه الله، وأن يكتم على أخيه الميت ما قد يراه من أمور مكروهة. بمثل هذا ينال هذا الأجر العظيم وذاك الثواب الجزيل. كذلك بعد تغسيله لابد من تكفينه، لابد من تكفينه، وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم أيضا الذي وقصته الناقة، قال: وكفنوه، فأمر بتكفينه. وهذا الكفن عبارة عن ستر لهذا الميت، عبارة عن ستر لهذا الميت. والأفضل إن تمكننا من ذلك أن يكون في هذا الميت أمور، منها أن يكون الكفن أبيض، هذا أفضل، أن يكون الكفن أبيض، لقوله عليه الصلاة والسلام: إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ويستحسن أيضا أن يكون الكفن 3 أثواب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، في 3 أثواب: يمانية بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم بعد ذلك نتحدث عن اتباع الجنازة، فيجب أن نحمل هذه الجنازة وأن نجتهد في اتباعها. واتباع الجنازة كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبعه. اتباع الجنازة حق من حقوق المسلمين على بعضهم. اتباع الجنازة على مرتبتين: المرتبة الأولى أن نتبعها من عند أهلها إلى أن يصلى عليها، والمرتبة الثانية أن نتبعها من عند أهلها إلى أن توارى التراب، إلى أن تدفن. ولا شك أن المرتبة الثانية أعظم من المرتبة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمر الأول كما فعل الأمر الثاني صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوات الله وسلامه عليه: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي لفظ صحيح قال عليه الصلاة والسلام: كل قيراط مثل جبل أحد. فتصوروا وتدبروا وتفكروا في هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل.
الإنسان إذا تبع الجنازة، الرجل تبع الجنازة من بيتها إلى أن يصلى عليها، إلى أن يفرغ من الصلاة عليها، فإن الله تبارك وتعالى يكتب له قيراطا من الأجر. هذا القيراط من الأجر والثواب والحسنات مثل جبل أحد، وما أعظم جبل أحد. إذا فعل أكثر من ذلك من بيت الجنازة، تبع الجنازة من بيتها إلى أن تدفن وإلى أن يخلص من دفنها، فإنه يكتب له قيراطان من الأجر، وكل قيراط مثل جبل أحد كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولا ننسى أن نتحدث عن الصلاة على الجنازة، فالصلاة على الجنازة فرض كفاية، لابد لطائفة من المؤمنين أن تقوم بهذا الواجب، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على عدد كبير من أصحابه رضي الله عنهم وترك الصلاة على بعضهم، ولذلك كان الأمر كما قال العلماء كان الأمر فرض كفاية كما سبق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أي واحد يموت من المسلمين والمسلمات يصلوا عليه من 40 فصعدا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة شفاعة، شفاعة للمؤمن، شفاعة للمؤمنة، ولذلك نجد أن الصلاة لما نصلي صلاة الجنازة لا نركع ولا نسجد، وإنما هي دعاء ندعو به للميت، نشفع للميت عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صلى عليه 40 فصاعدا من المؤمنين، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا قبل الله عز وجل شفاعتهم في هذا الميت، وقبل الله عز وجل دعاءهم، واستجاب الله تبارك وتعالى لدعواتهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت فإنه يقف على قبره ويقول: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. المسألة عظيمة جدا، نحن نساعد أخانا المسلم في مراحل حياته كلها وبعد موته، وفي هذه المراحل وفي هذه المرحلة العصيبة نستغفر له، ندعو له بالمغفرة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يثبته. استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويشرع مع هذا أيضا أن نعزي أهله، يعني هو خلاص توفي رحمه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يثبته وأن يرفع في درجاته. ثم الأهل تاعه لا شك أنهم متأثرون بموته، فنحن يشرع لنا أن نعزيهم التعزية المشروعة. إذا كان الإنسان يحفظ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، يعني لما نروح عند الميت وعند الأهل تاع الميت وندعو لهم بالكلام الحسن كما كان يدعي النبي عليه الصلاة والسلام، أن نقول له ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، أو فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، تسليم لقضاء الله وقدره، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. معناته لي يحفظ هذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الكلام الطيب يقوله، لما كانش يحفظه يشرع له أن يعزي بكل كلمة طيبة، المهم كلمة تخفف من المصيبة على أهل الميت وما يكونش فيها مخالفة لشرع الله عز وجل، ما يكونش فيها أشياء من الشرك بالله عز وجل ومن سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك مما لا يرضي المولى تبارك وتعالى. نقول كلمة طيبة إن شاء الله تخفف عليهم المصيبة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن السنة أن الإنسان أو أننا، يعني وهذا مما يدعم الأخوة ومما يقوي ركائزها فيما بيننا، أننا في هذه الأيام هذه نصنع لآل الميت طعاما، لأنهم يجيهم الناس من كل مكان، ربما كان الناس بعاد ربما كذا، فإحنا نصنع لهم الطعام اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، حتى وين الحمد لله يصير الأمور تاعهم عادية ويقول لك خلاص الحمد لله نقدر نقوم بالواجبات تاعنا وبالمسؤوليات تاعنا الحمد لله. فهذه سنته عليه الصلاة والسلام، وليس العكس، ليس العكس، إحنا صار في المجتمع العكس،
هو في مصيبته ونكلفه بأن يصنع لنا الطعام وأن ينفق الأموال الطائلة ربما في هذا الغرض، وهذا لا يليق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قصة وفاة جعفر ابن عمه رضي الله تعالى عنه أرضاه قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. معاشر الكرام، بمثل هذا ندعم أخوتنا في الله تبارك وتعالى، وبمثل هذا نبني صرحا عظيما متينا من المحبة والمودة والألفة والأخوة في ذات الله تبارك وتعالى. أقول هذه الكلمات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب طيب نوايانا، قرب حنايانا بالحب والإحسان، بالحب والإحسان، وارحم من قلبه رحمة وثغره بسمة، وكله إنسان، وكله إنسان. نهدي نهدي لأرضنا الأمنة إذا ترحمنا وربنا يرحمنا.